بقول لكم ايه، هو احنا ليه متصورين او متخيلين او عندنا ظن غريب انه جزء من اهتمامنا باولادنا ودلعنا ليهم هو ان احنا نجيب لهم تليفونات غاليه، وانه تبقى بعض الناس بتعمل كده مثلا، يقول لك ده انا ابني الحقيقه بيعتبرها شيء من الفخر، يعني ابني ما بيسيبش التليفون، قاعد ماسك التليفون 24 ساعه، الولد قاعد على طول وعمال يعمل كده. انت فاكر ان دي حاجه حلوه؟ يعني هي دي مش حاجه حلوه على الاطلاق، على الاطلاق انت عمليا قاعد عمال بتقفل بتربس في دماغ ابنك، ده واحد، وبتضر جهازه العصبي وبتضر العصب البصري وال اسمها ايه الراتن الشبكيه بتاعه العين، انت بتدمر ابنك بالمناسبه. يعني طيب مش بس كده، الناس بره في اوروبا على سبيل المثال مثلا هو منع تام لاستخدام التليفونات داخل المدرسة، يعني أثناء اليوم الدراسي ممكن يبقى مسموح بأنه الولاد وبعد سن معين، مش السن الصغير، يبقى معاه تليفون، لكن قفله وحطه في شنطته وما يطلعوش، ده مثلا. فلا تظن على الإطلاق أنه من باب الفخر أو التباهي، ولا تظن على الإطلاق أنه من باب الإفادة والدلع أنك أنت بتجيب للعيال التليفونات دي وهم وأنت سعيد باستخدامهم ليها وحاجات زي كده. تيجي تشوف النهاردة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تدعو بقوة وبجدية لحظر الهواتف في المدارس في كل حتة في الدنيا. خلوني هنا أخد مع حضراتكم دكتور دينا سلامة، أستاذ مساعد واستشاري المخ والأعصاب في مستشفى الأطفال في جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إيه إزي حضرتك؟ إزي حضرتك؟ كله تمام؟ أهلا بحضرتك. الحمد لله. الحمد لله. كلام حضرتك يعني تباين في كل حاجة أنا سمعت حضرتك. طب كويس. يعني طبعا هو احنا بداية الموبايل والأجهزة الإلكترونية والحاجات دي كلها أكيد هي ليها فوائد، يعني هي سلاح ذو حدين زي ما احنا بنقول، يعني هي ليها فوائد بس طبعا ليها أضرار كتيرة زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي. فيعني لو اضطرينا نستعملها يعني لازم يكون فيها توازن وفيها رقابة بالنسبة لأولادنا. إيه الضرر اللي ممكن يسببه التليفون المحمول على مخ الناس بشكل عام والأطفال بشكل خاص؟ احنا نبدا الاول من الاطفال اللي هم اقل من سنتين. حلو. بدايه انا الاطفال اقل من سنتين يعني ما يستعملهاش تماما، يعني نهائي. يفضل تماما زي ما حضرتك كنت بتقول ما فيش، ما يستعملوش اصلا موبايل، يعني زي معظم الاهالي اللي بيستريحوا او بيتفاخروا بالموبايلات يعني ما يبقوش ماسكين موبايلات خالص، ما نريحش دماغنا ونمسكوا موبايل ويفضلوا ساكتين ومريحيننا وخلاص، لانه طبعا بيأثر على نمو الطفل وتطوره. في ابحاث كتير اثبتت طبعا ان هي بتعمل كمان تلف في انسجه المخ، التاخر في الكلام زي معظم الاطفال دلوقتي والاهالي بيجي يشتكوا سبب تاخير الكلام بسبب الموبايل، ده ليه دور اساسي في تاخر الكلام، سبب رئيسي في تاخر الكلام. طبعا تاخر الكلام بالذات الكلام اللي هو اللي فيه التعبير يعني التشتت الانتباه التركيز العزله التوحد، طبعا في كتير بيعانوا من التوحد والعزله دي اللي بعد كده طبعا الاطفال لما تكبر كل شويه الصداع المستمر ممكن من اسبابها الموبايل، صعوبات التعلم والذاكره وحتى قله الحركه اللي هو ماسك الموبايل وقاعد كده على طول بيسبب سمنه، غير طبعا العين اللي بتتاثر والنظر، في مشاكل نفسيه حتى بتتاثر بسبب التواصل الاجتماعي، يعني ما بقاش عارف يعمل اصلا علاقات سويه اجتماعيه بسبب ان هو كل تعامله مع التليفون الموبايل، تعبير عن المشاعر العواطف كل ده بسبب بعد كده مش عارف اصلا يبقى في علاقات سويه اجتماعيه زي يعني المفروض ان يبقى في تواصل اجتماعي، فبيسبب مشاكل كتير بعد كده طبعا للاطفال. ده طبعا اكيد يعني. طبعا طبعا هو طبعا لازم يبقى في يعني ليميتيشن، يعني في حدود، اقل من سنتين ما فيش موبايلات خالص ما فيش اجهزه، بعد كده هندخله بس في حدود في رقابه وفي توازن. صح صح. طبعا التعليم هو دخل في التعليم التاب والذكاء الاصطناعي والتعليم ده مهم يعني اكيد مهم، بس لازم يبقى في توازن برضه مما يعني لا شك فيه، يشوف يعني الامور اكتر من الحدود المسموح بيها ولو دخلنا في مرحله الضرر المباشر بالصحه العامه او جهاز العصبي مخي الى اخره لازم يبقى على طول هنا بقى ايه في وقفات. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور دينا، كل الشكر. دكتور دينا سلامه استاذ مساعد واستشاري المخ والاعصاب في مستشفى الاطفال بجامعه المنصوره.